انت ذكرت الكلمة المعصومة، احنا دائما السيس رضا بنستخدم كلمة عصمة الكتاب، ما هو المقصود في كلمة عصمة الكتاب المقدس، وكيف ممكن نفهم هذه العصمة؟ هل في تباين، هل في اختلاف بين الروايات لنفس الأحداث؟ أشكرك للتشبيه الجميل بتاع المسبح أو العقد. طبعا العقد لو إنه يعني حبة واحدة من العقد انقطعت انفرط كل العقد. صح. الحقيقة إن موضوع عصمة الكتاب شيء مهم، وإحنا مش بنتكلم عن صحة الكتاب، لأن الصحة شيء أقل بكثير جدا من العصمة. لو إن الطالب مثلا في الثانوية العامة جاوب إجابة كاملة وأخذ 100%، إجابته صحيحة 100% لكنه غير معصوم. نحن لا نتحدث إذن عن الكتاب المقدس صحيح فقط، لكن نتحدث عن عصمة الكتاب المقدس. الحقيقة أن بعض وضحها شوي أكثر، وضح الفكرة كلمة العصمة. أقول لك العصمة. الحقيقة أنه كلمة العصمة معناها المنزه عن الكذب، المنزه عن الخطأ، المنزه عن العجز، النص الغير قابل للتبديل، الغير قابل للتغيير. العصمة تعني الصحة والكمال 100%. الله معناه أن الله لا يغير كلماته، لا يغير ما خرج من فمه، لا يغير أحكامه. العصمة تعني أنه لا تناقض على الإطلاق بين طبيعة الله من ناحية وبين كلمته. نحن لا نستطيع أن نفصل بين شخص الله، بين طبيعة الله، بين ذات الله وبين كلمته. إذا كنت تؤمن أن الله معصوم، بمعنى أنه منزه عن الكذب والخطأ والعجز والتبديل والتغيير والتناقض، إن كنت تؤمن بذلك فلابد أن تؤمن بعصمة الكلمة التي تكلم بها. فلا يمكن أن الشخص المعصوم يتكلم بشيء غير معصوم بأي صورة من الصور. أنا لم أعرف المسيح المعصوم إلا من خلال الكلمة المعصومة. لم أعرف الله المعصوم، لم أعرف الله كلي القدرة، كلي الحكمة، كلي المحبة، كلي العلم، المتواجد في كل مكان، القادر على كل شيء. أنا لم أعرفه إلا من خلال هذه الكلمة. فالكلمة المعصومة أكبر بكتير جدا من الكلمة الصحيحة. صحيحة أنا ممكن أخش امتحان وأخذ درجة نهائية، ممكن إجابة أي واحد يبقى إجابته صحيحة، شهادة أي إنسان تبقى صحيحة، معلومة أي إنسان تبقى صحيحة، لكن يبقى العصمة هي لشخص الرب بالفعل. وأنا عايز أقول شيء مهم جدا في نهاية الجزء ده، ويعني صحيح الكتاب المقدس ليس كتاب علوم، وليس كتاب تاريخ، وليس كتاب جغرافيا، وليس كتاب فيزياء، وليس كتاب كيمياء، وليس. لكن كل ما قاله الكتاب المقدس فيما يختص بهذه العلوم هو ليس فقط سليم لكنه معصوم 100%.